صندوق الضمان والتضامن بجمعات محلية برنامج 2023. هذا المبلغ سمح لنا بتكلفه بجميع الشبكات طرقات هي الخارجية الإنارة العمومية والصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب بالموقع. صاحب المشروع مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناية والتهيئة، مكتب دراسات حمداد وعيسى، المراقبة التقنية للأشغال، مخبر المراقبة التقنية للأشغال العمومية NTPU. مبلغ الصفقة 77,442,344. إنجاز شهرة أبو بكر الصديق، مدة الإنجاز 3 شهور، تاريخ الانطلاق هو انطلاق اليوم، نعطي إشارة انطلاق إن شاء الله سيد الوالي. فيما يخص مراكز الأشغال، كلفنا بأشغال طرقات 3 كيلومتر، الصرف الصحي 500 متر طولي، المياه الصالحة للشرب 350 متر طولي، التهيئة الخارجية 8500 متر مربع، الإنارة العمومية 110 وحدة. فيما يخص أشغال طرقات، سوف نتكفل جميع الموقع، كل موقع أشغال الطرقات مبرمجة وسوف ندخل بها الاعتبار. كذلك فيما يخص التهيئة الخارجية. أما فيما يخص المياه الصالحة للشرب، المياه الصالحة للشرب أنا سيد الوالي سوف نتكفل ب 55. كما نشوف في علمك سيد الوالي، السكينة مجموع السكينة هنا في موقع الرمل 800 ساكن، سوف نتكفل ب 55 ساكن، سوف نربطهم بشبكة مياه الصالحة للشرب. أما فيما يخص مياه الصرف الصحي، سوف نتكفل بربط ثلاث مواقع، ثلاث أفراد. فيما يخص ثلاث أفراد سيد الوالي باش يكون عندك في علمك، من شاف دائرة البارح تكلفت معها وركين شي إشكال، ركين بونكم ضبيتو إحنا عشاق فاهمين بنفوتو الأرض فلاحية ومر الأرض وما يخليناش يدير شوية ريزيستانس ما يخليناش نفوتو. هنا مسيو الوالي هنا هادو ما عندهمش راسين يسمو، علاش؟ باسكو راهم هابطين بزاف، باش نتكفلو بيهم وبريجي نفوتو على أرض فلاحية باسكو لو ريزيستانس يسمو فايت عنده واحد 150 متر طولي. بون هاد الإنسان قالهم بون ما تفوتوش الأرض تاعي، وهي ما كانش حل واحد اخر باش نربطوهم، ما كانش معينا نديرو لي فاريونت مع لي سيرفيس ديال شفنا مع لونا اكسيتيرا، ما كانش حل ميزابار الفوتوله في الارض تاعها، ماشي حاجه ما غاديش نخسروا لا باسكو ديجا غادي ندخلوا بروفوندور تاع 2 متر تاع 2 متر. حنا ان شاء الله استدعينا ان شاء الله يتمشى معنا ويخلينا نكملوا هاد الاشغال ونتكفلوا فوالا فوالا. بس اللي اسمه ما يطيحش الارض راه بروفون جميل ما بيحتاجها، يخدم فوق نورمال. سينو هذا الشيء. المهم الرجل داخل فايت في الارض تاعه، بور برونشي اون دوا برونشي تما سينو يقعدوا افي بلا اسينيستان. هذا لازم يتفهموا المواطنين باللي يعني مش هو يستفاد من الاعانه تاع الدوله فيما يخص المياه الصالحة للشرب والتهيئة ولا خير، من بعد هو ما يسمحش من با الجار نتاعو باش يودو الماء ولا تريسيتي. هذا غير مقبول يعني في الحقيقة، لازم يكون شوية تضامن، وفي نفس الوقت نستدعنا أمر نزع الملكية ديال نزع سيد الرئيس هذا جاب رخصة غا بينكم العدالة فينا العدالة أنا تاني العدالة تحكم صحيح تاني نضرب حتى ما دام راهي في العدالة ما تضروش به خلي العدالة تحكم يناسب تفضل سيد الوالي كاين